كانت إلهام فيتامين د، له أسرار كتيرة هنحاول نعرفها من خلال اتصالنا مع الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة وزميل معهد الطفولة بجامعة عين شمس. أهلا بك يا دكتور. أهلا بيكم بسلام مشاهدين. دكتور مجدي، يعني احنا عارفين انه فيتامين د من الفيتامينات الهامة، رغم انه الكثير بيهمل الاهتمام بيها او كيفية الاستفادة منه. نعرف من حضرتك اسرار وفوائد هذا الفيتامين. طبعا لازم نعرف انه مش بس مهم للعظم او للاسنان او حتى للاعصاب، الجديد بقى ان في علاقه بين فيتامين د والربو او الحساسيه الصدريه. وجدوا فعلا ان احنا عارفين طبعا ان الربو بيزيد في الشتاء، والربو طبعا بيزيد في الشتاء، ده برضه بيتماشى مع ان فيتامين د برضه بيقل في الشتاء. وجدوا في الدراسات الحديثه في الوبائيات بتاعت الربو ان قله الفيتامين د ترتبط بالتمويد للربو، زيادة تحسس الشعب الهوائية، انخفاض قياسات وظائف الرئة، فشل السيطرة على الربو، أحيانا زيادة في حدة الربو، ومقاومة بعض الأدوية تستخدم لعلاج حساسية الصدر. وجدوا أيضا إن في علاقة بينه وبين السرطانات، بحيث إن هو فعلا بيمنع تكوين الخلايا السرطانية والأوعية الدموية اللي بتغذي الأورام زي سرطان البنكرياس سرطان القولون. في علاقة بين طبعا معروف قلة فيتامين د والهشاشة، وليه دور في تزويد العظام بالمعادن، وليه دور كمان في سلامة كافة خلايا الجسم وتشكيل خلايا الدم خاصة الخلايا المناعية، وبيحمي الإصابة بمرض السكر، ويمنع تكسير هرمون الأنسولين بواسطة مضادات الأجسام، وينظم عمل 2000 شفرة وراثية في الجسم. يعني معنى كده إن إحنا في الغالب إحنا مش فاهمين فيتامين د، ومعنى كده طالما إحنا لابسين ملابس طول الشتاء وطول الصيف وقاعدين في البيوت مستخبيين من الشمس وما بنتعرضش لها، عندنا نقص ما من فيتامين د وإحنا مش ملاحظين. أيوه، فده هيخلينا نقع تحت هذه الطائفه، خاصه ان احنا ساكنين في المدن الصناعيه، ان عندنا تلوث هواء، تلوث الهواء المصير غبار كتير او دخان بالكبريت يحجب اشعه الشمس الفوق البنفسجيه. الناس المسنين الكبار شويه اللي قاعدين اغلب وقتهم في البيوت بعيد عن الشمس او ما بيقدروش يتحركوا، وكمان عن نقص قدره الجلد عندهم على الاستفاده باشعه الشمس، اللي عندهم سوء تغذيه، اللي عندهم سوء في الامتصاص، اللي عندهم للاسف مشاكل في الكبد او الكلى او البنكرياس، اللي بيشربوا الخمره اللي لونهم اسمر شويه، اللي لونهم داكن شويه، بيبقى عندهم طبقه الميلانين ثقيله شويه فبتحجب اشعه الشمس اللي فوق البنفسجيه، اللي عندهم سنه كتيره ودهون كتيره بتحتاج فيتامين د، بعض الادويه خاصه لعلاج شرارات الصرع دي برضو بتقلل منه. تمام. ازاي نستفيد منه يا دكتور؟ يعني الثقافه دلوقتي ما بقاش حد بيعرض نفسه للشمس، حتى للاسف الاطفال يعني كله في للاسف اماكن مغلقه. اللي يقدر يتعرض للشمس مثلا من 8 ل 9 الصبح او وقت العصر من 4 ل 5 يطلع فوق السطح، اللي عايز يطلع دراعه، اللي عايز يطلع رجله، اللي عايز يطلع رقبته على قدر الامكان، اللي يقدر يتمشى شويه بوجهه في الحديقه في شارع مشمس ما فيهوش اي نوع من الاتربه او الادخنه، يعمل كده. اللي مش قادر بقى يبتدي ياكل السمك والبيض، زيت كبد الحوت، او ياخد فيتامين د من الصيدليات، السلمون والماكريل والتونه والسردين وصفار البيض والجبنه برضه فيهم. بس نمره واحد هنقول ان احنا نتعرض له اشعه الشمس، واعتقد عندنا بطاريه مجانيه للشمس طول السنه في بلادنا مجانا. كمان ان هو بيفيد في الاداء العضلي ويفيد الجهاز الدوري والتنفسي، وكمان الهضم الجيد وصحه الجلد ومحاربه الشيخوخه. وايضا اعتقد ان هو له علاقه ببعض الفيتامينات الاخرى في استفاده الجسم منها. صحيح، برضه وجوده برضه مهم ايضا للفيتامينات الاخرى الخاصه بالمناعه المخاطيه ايضا. دكتور مجدي، يعني نتمنى انه مشاهدينا يستجيبوا للتعرض للشمس، لانه بالفعل هي بتقينا من كثير من الامراض، وان لم يتوفر ذلك فعلينا بالحصول على فيتامين دي من خلال بعض المأكولات اللي حضرتك ذكرتها، او من خلال وجوده مقنن في بعض انواع الادوية. دكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، بنشكرك على هذه المعلومات.